أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا مرة جديدة بقناة كروشيه أرت جاليري. اليوم رح نتعلم مشروع بسيط وسهل كتير، ألا وهو هذا القلب الصغير. شايفين حجمه؟ طريقته كتير كتير سهلة، موجود باليوتيوب طبعا طرق كتير، بس بيكون القلب كبير. أنا حبيت هالمرة أعمل لكم قلب صغير، شوفوا شلون هو بمقارنة بإيدي حجمه، وسهل كتير مثل ما قلت لكم، وخاصة للمبتدئات. هذا هو شكله، هدول دبابيس أنا حاططهم يعني. ونبدأ على بركة الله. راح نحتاج خيط هيمالايا افريداي، بيبي لوكس، راح نحتاج سنارة مقاس 2.5 مليمتر، نبدأ إن شاء الله. أول شي رح نعمل عقدة البداية للدائرة السحرية بهذا الشكل، نسحب الخيط، بعدين بنعمل سلسلة واحدة. هلأ رح نعمل داخل للدائرة السحرية 6 غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هلأ رح نقفل الدائرة السحرية. هلأ نضع علامة الغرز، آخر غرزة عملناها اللي بيحب او اللي بتحب بالاحرى. هلا تاني صف رح نعمل جميع الغرز اللي امامنا غرز تزايد، يعني بنفس المكان رح نعمل غرزتين حشو بهذا الشكل. واحد، اثنين، بنكمل لاخر هذا الصف، وبنهاية الصف بيصير عدد الغرز عنا 12 غرزة. هلا وصلنا للصف الثالث. هلأ بنسكر الدائرة السحرية منيح بهذا الشكل. هلأ بالصف الثالث راح نعمل بأول غرزة قدامنا غرزة حشو، واحدة، بالغرزة اللي تليها بنعمل غرزة تزايد، غرزتين بنفس المكان، واحد، اثنين. نستمر على نفس هذا الترتيب، غرزة بغرزتين، لنوصل لعلامة الغرز. بآخر هذا الصف بيصير عنا 18 غرزة حوالين الدائرة. وبهيك بنكون خلصنا أصدقائي الجولة الثالثة. هلأ بالجولة الرابعة رح نعمل غرزة حشو بجميع الأماكن اللي قدامنا من دون أي تزايد أو تناقص، وبنهاية هاي الجولة رح يضل العدد عنا مثل ما هو 18 غرزة. رح نكملها وبرجع منقلكن شو بدنا نعمل. وهذا الشكل قدامنا أصدقائي بعد ما نخلص الجولة الرابعة، بلش يصير يعني محدب. هلأ شو رح نعمل؟ رح نعمل غرزة منزلقة واحدة بالغرزة اللي قدامنا هيك، ونقطع الخيط. ونسحب. هلأ رح نعمل واحدة تانية مثل هاي بنفس الخطوات بالضبط، رح اعملها ورح ورجيكم شلون بنوصلهم باسهل طريقة بدون ما تتخربطوا باذن الله. خلصت اصدقائي الجزء الثاني اللي قلت لكم عليه اللي هو نفس هاد. هلا رح اقول لكم شلون نوصلهم. قبل ما نوصلهم هنجيب علامة الغرز، نحطها باخر غرزة عم اشتغلناها. هلا شو رح نعمل؟ رح نعمل 9 غرز حشو باول هاي، باول قطعة قدامنا. خلصت اصدقائي 9 غرز اللي قلتلكن عليهم. هلأ منجيب الجزء الثاني هاد اللي قلتلكن عليه اللي عملناه اول شي. هلأ منشوف اخر غرزة عملنا فيها المنزلقة، شايفين طالع منها الخيط، هي هي. رح نتركها
وراح نفوت باللي بعدها بهذا الشكل. راح نطلع الخيط هيك، شايفين؟ راح نسحب الخيط منه هيك ونعمل غرزة حشو. هلا راح نكمل، راح نعمل 18 غرزة بهذا الجزء الثاني بحيث نلف داير ما يدور. هذا الخيط هيك بده شد. هلا بنقلكم شو، هلا بقلكم شو بدنا نعمل فيه. راح اعمل 18 غرزة بهذا الجزء الثاني وبنرجع مع بعض. خلصت اصدقائي ال 18 غرزة اللي قلتلكم عليها، ونحن هيك بنكون لفينا بجميع الغرز على هذا الجزء. هلا شو رح نعمل؟ بنرجع للجزء الاول، شايفين هي اخر غرزة نحن مشتغلين فيها وطالع الخيط منها هون، بنتركها هاي هي، بنفوت باللي بعدها نفس الطريقة اللي عملناها قبل شوي. بنسحب هيك، بنعمل غرزة حشو، تكون هاي اول وحدة بهذا الجزء الاول اللي على اليسار. هلأ رح نعمل 8 غرز تانيين، بنوصل لعلامة الغرز بيكونوا هن 8 غرز، وبنرجع بنقلكن شو بدنا نعمل بهذا الفراغ بالنص. خلصت اصدقائي ال 8 غرز. هلأ رح نعلم عند اخر غرزة عملناها هيك، شايفين في فراغ بالنص؟ هلأ رح نسكره بهذا الخيط تبع اخر شي اللي عملنا فيه المنزلقة وختمنا فيه بالجزء الثاني اللي كان هاد. رح ندخل الخيط فيه، عفوا رح ندخل الخيط بالإبرة بعد ما دخلنا الإبرة، عفوا دخلنا الخيط بالإبرة. هلأ شو رح نعمل؟ شايفين الجزئين الفراغ اللي فيهم؟ رح نفوت ما بينهم، شايفين بهذا الشكل، بحيث نسكر الفراغ هذا تماما. نفوت هلأ هيك بأول وحدة هيك. هلأ بالغرزة اللي بعدها، شايفين فتنا تحت جزئين الغرزة الفرونت والباك، كمان التانية الفرونت والباك، ونلف. هلأ مرة تالتة كمان بالغرزة اللي بعدها، ونشوف بس الغرز اللي بينات الفتحة اللي بالنص الجاب هي. هلأ مرة تالتة، شايفين بهذا الشكل، وبنخفي الخيط. شايفين شلون تسكر معنا بالنص؟ عشان وقت نجي نحشي يكون الشكل من فوق ما في اي فراغ، نحشي وما نحس انه الحشوة طالعة او واضحة. رح اخفي الخيط وبنرجع منكمل القلب. رجعنا اصدقائي، هلا بندخل السنارة باخر الخيط اللي كنا تاركينه. هلا رح نعمل 36 غرزة، والستة وتلاتين غرزة رح يكونوا داير ما يدور. 36 غرزة من دون اي تزايد او تناقص، غرز حشو فقط بهذا الشكل. رح كملهم لنوصل لعلامة الغرز وورجيكم شو بدنا نعمل بعدين. وبهيك اصدقائي بكون خلصت الجولة الثالثة، وعدد الغرز طبعا ما زال 36. هلأ بالجولة السابعة رح نعمل 7 غرز حشو، بعد ما نعمل 7 غرز حشو رح نعمل غرزة تناقص خفي بهذا الشكل. هلا هاي الغرزة اشتغلنا فيها، بنتركها. هاي الغرزة اللي بعدها، بنفوت بالفرونت لوب الجزء الامامي، وبعدين بالفرونت لوب كمان بالجزء الامامي للغرزة اللي بعدها، بنسحب الخيط من الاثنين بهذا الشكل، بعدين بنسحب الخيط مرة تانية. رح نكرر هاي العملية لنوصل لعلامة الغرز 7 غرز بعدين تناقص، ونكمل مع بعض. بهيك اصدقائي بنكون خلصنا الجولة السابعة، وعدد الغرز عنا صار 32 غرزة. اللي بيحب يعدهم او بالاحرى اللي بتحب تعدهم تتأكد. هلأ بالجولة الثامنة رح نعمل باول 6 غرز قدامنا غرز حشو، بس لا تخربطوا تفوتوا بهي الغرزة. هي الغرزة تبع التناقص الخفي، مثل ما قلت لكم كذا فيديو لحتى تعرفوا اي غرزة تبع التناقص الخفي بتهزوا. اللي بتهز معكم يعني تبع التناقص الخفي. هي هزت، شايفين؟ بنخش باللي بعدها، هي اول وحدة
2، وبعد الست غراز بنعمل غرزة تناقص خفي بهذا الشكل. وبهي الجولة بنضل كمان ماشيين على نفس هذا الترتيب، صرت غرز حشو بعدين غرزة تناقص لنوصل لعلامة الغرز وبنكمل مع بعض إن شاء الله. وبهيك أصدقائي يكون خلصت الجولة الثامنة وعدد الغرز عنا صار 28. هلا بالجولة التاسعة رح نعمل 28 غرزة حشو من غير أي تزايد أو تناقص بهذا الشكل، طبعا غرزة حشو عادية. رح نضل نعمل غرز حشو لنوصل لعلامة الغرز ونكمل مع بعض. هلا أصدقائي بالجولة العاشرة رح نعمل أول 5 غرز قدامنا غرز حشو، وبعد ال5 غرز حشو رح نعمل غرزة تناقص خفي. رح نكمل باقي الصف بنفس هذا الترتيب، 5 غرز حشو بعدين تناقص لنوصل لعلامة الغرز، وبنهاية هاي الجولة رح يكون عدد الغرز عنا 24. وصلنا أصدقائي للجولة ال11. هلا بالجولة ال11 رح نعمل بأول غرز 4 غرز قدامنا غرز حشو عادية، 1 2 3 4، بعدين رح نعمل تناقص خفي بنكمل بنفس هاي الطريقة لنوصل لعلامة الغرز، 4 غرز عادية بعدين غرزة تناقص. وبنهاية هاي الجولة إن شاء الله رح يكون عدد الغرز عندكم 20 غرزة، اللي بتحب تعدها تتأكد. رح كمل وبنرجع سوا. وصلنا أصدقائي للجولة ال12، وبالجولة ال12 رح نعمل بأول 3 غرز أمامنا غرز حشو. مثل ما ملاحظين نحن كل جولة عم ننقص عدد الغرز اللي رح نعملهم حشو. وهي الثالثة بعدين تناقص خفي، بنكمل بنفس هاي الطريقة لنوصل لعلامة الغرز، وبنهاية هاي الجولة بصير عدد الغرز عنا 16 غرزة. فيكن تبلشوا تحشوا من هلأ، رح كمل هاي الجولة وبنرجع مع بعض. وهلأ أصدقائي وصلنا للجولة 13، حشيت شوي القلب. هلا رح نعمل بالغرزة عفوا بالجولة رقم 13 رح نعمل بأول غرزتين عنا غرز حشو، هي أول وحدة، هي الثانية، بعدين رح نعمل تناقص خفي. منكمل هاي الجولة بنفس هذا الترتيب، غرزتين بعدين تناقص لنوصل لعلامة الغرز، وبنهاية هاي الجولة عدد الغرز عنا رح يتناقص ليصير 12 غرزة. رح كمل وبنرجع سوا. وبهيك أصدقائي بنكون خلصنا الجولة رقم 13. هلأ بالجولة رقم 14 رح نعمل 12 غرزة حشو من غير أي تزايد أو تناقص بهذا الشكل، غرزة حشو عادية. نكمل باقي الصف ونرجع سوا. وبهيك أصدقائي نكون خلصنا الجولة رقم 13، عفوا الجولة رقم 14. هلأ الجولة رقم 15، الجولة ما قبل الأخيرة، رح نعمل بأول غرزة قدامنا غرزة حشو عادية، بعدين غرزة تناقص خفي. منكمل بنفس هاي الطريقة لآخر هاي الجولة. بنهاية هاي الجولة، الجولة رقم 15، رح يصير عنا 8 غرز، رح كملهم وبنرجع سوا. وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا لآخر جولة اللي هي جولة رقم 16. طبعا كل جولة نحن وقت اقتربنا من النهاية بزود الحشو. هلأ بآخر جولة رح نعمل بجميع الغرز اللي قدامنا غرز تناقص خفي بهذا الشكل،
تكون شوي صعبة آخر وحدة. منكمل لنوصل لعلامة الغراز. بنهاية هاي الجولة أصدقائي بيكون عنا صار 4 غرز فقط، رح كملهم ومرجيكم شلون بنختم القلب. وبهيك أصدقائي بكون خلصت آخر جولة، الجولة رقم 16. صفي عنا تحت بقي 4 غرز فقط. هلأ سحبت قطعة الخيط وحطيته بإبرة. هلا رح ورجيكم شلون رح نقفل بس بالفرونت لوب. شايفين الآية اول غرزة قدامنا؟ شايفين الباك لوب نازل لتحت؟ شايفين نحن رح نفوت بس بالفرونت هيك، نطلع من الثانية اللي بعدها كمان من الفرونت، واللي بعدها كمان الفرونت، والكمان الفرونت اخر وحدة. شايفين بهي الطريقة، بعدين منشد. شايفين شلون؟ هلا بعد ما خلصنا منفوت الخيط من داري جوا بهذا الشكل من النص، نطلعه من اي مكان مثلا من هون هيك. شايفين مشان يصير عنا من تحت مستقيم يعني بشكل حلو. فيكن مرة تانية كمان هيك تدخلوه مشان تثبتوه أكتر وبس. نقطع هلأ هيك الخيط. وبهيك أصدقائي بيكون خلص القلب الصغير اللي قلتلكن عليه. شايفين حجمه؟ بتمنى تكون الطريقة سهلة والشرح يعجبكن. للمزيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإنذارات إذا حبيتوا، ودعمونا بلايك وشير إذا حبيتوا القلب، وشكرا جزيلا على المشاهدة.